الباب. ما فيني افتح الباب، تفضل ارجع لجوا. عم اقول لك افتح الباب احسن ما هدوا على راسك وراس معلمك. صدقيني مدام، انا عم نفذ الاوامر وبس. اوامر؟ طيب رح شوفوا الاوامر لوين رح توصلكم. اسعاف اسعاف، معي اسعاف. وصلت لعند الصخرة. ايه وصلت. هلا خليك مقرب لقدام. مقرب قرب بعض كمان كمان بعض. اوكي وقف سيارتك وطفي اضويتك. صفيت. شايف سيارة على الشمال بنص الطريق؟ مظبوط. انزل حط المصريات فيها. بدي اسمع صوت رنا بالأول. اختك بالسيارة هونيك. خليها تنزل. جاي تفرض علي شروطك؟ شو رأيك نزلك يا ميتي؟ انزل حط المصريات وخد اختك. وانتبه كتير منيح، رجالي محاوطين المنطقة. طيب طيب يلا. جهاد راس ما تخاف، ما في دم. جهاد لحظة رح جيب لك مي. رنا وين رنا؟ في نبض بالمرة، جسمه مسقع. طيب شوف معه شيء هوية أو شيء يثبت عنه. نزف كتير، لازم ناخده على المستشفى. لا لا خلينا نتصل بال 140 نشيل المسؤولية عنا. شو هيدا؟ ألو أستاذ جهاد، كيفك؟ أنا تايم زوجها لمايا. سيد تايم اسمعني منيح، في شخص اسمه عماد كان خاطف أختك رنا. هلأ رنا معه وهو بالطريق لعندك على المزرعة. شو انت متأكد؟ ايه اختك رنا معه. طيب 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 شكرا شكرا. شوفي جهاد ماشي. شوف شوفي عماد اخذ رنا ورايح فيها على المزرعة.